مستمعين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على المؤشر، معكم محمود ربيعي ومعي على الهاتف الأستاذ محمد الأعسر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني MBK. بداية أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بك. يعني رأينا بنهاية الأسبوع الماضي خسائر في البورصة المصرية، فرأس المال السوقي خسر نحو 14 مليار جنيه، المؤشر الثلاثيني يخسر 2.8% على مدار الأسبوع أو ما يعادل 261 نقطة ويغلق عند 9196 نقطة، المؤشر السبعيني أيضا يخسر 3.4% ليغلق عند 613 نقطة. لو تحدثنا بداية عن أداء المؤشرات والبورصة بوجه عام خلال الأسبوع المنتهي وأيضا التوقعات للأسبوع الجديد أستاذ محمد. أهلا بك. والله هو يمكن الأسبوع اللي فات أول أسبوع بعد حوالي شهر دائما كان كل أسبوع السوق يبدأ بالحد الأدنى أو النزول الأول يوم يومين ثلاثة حسب ما بياخد، وبيرجع في اواخر الاسبوع كان اربع خميس او ثلاث اربع خميس يبدا يتحرك لاعلى للهايات بتاع الاسبوع، وبالتالي كان بيقفل عالي ونشوف الاسبوع اللي بعده اعلى ونشوف الاسبوع اللي بعده اعلى وهكذا. لكن الاسبوع اللي فات هو اول اسبوع بقى عكس الكلام ده، يعني جه تقريبا في يوم الاحد والاثنين من 5400 من 9400 وصل ل 9000 قرب 9600، يعني عمل 580. ده الكلام ده خده في الاول بقى، وبعدين راح نازل بقيه الايام ووصل ل 9300 اللي كنا احنا مقترحينها، وراح كسرها كمان وعمل 100 نقطه تحتها وقفل على 9200 اللي هي 991 يعني 9200 تقريبا. يبقى ده الاسبوع بيعمل العكس بتاع كل الاربع خمس اسابيع اللي فاتوا. حتى لو نفتكر كان اسبوعين ثلاثه كان كان يجي يبدا السوق فتح 950 وبدايته يقوم نازل اول يوم يومين نازل ل 9050 بعدين يقوم طالع لل 400. نعم. الاسبوع اللي بعده راح نازل ل 9150 وراح طالع. اذا كان يعني ده دول امثله، ده كان كل مره كان ينزل الاول وبعدين يطلع. المره دي حصل العكس، طلع الاول لان هو طلع لانه كان من 9400 ل 9580 ده فلو في خلال يومين وبعدين راح نازل. ده بيدخلنا تاني في الاتجاه العرضي تاني. احنا لسه من الاسبوع اللي فات كنا بنقول احنا ايه يعني في المنافسه بقى نبدا ننتهي من الاتجاه العرضي ونبدا في الاتجاه الصاعد على المدى القصير. احنا الكلام ده كله على المدى القصير، احنا بنتكلم في اسبوع. لكن المدى المتوسط المدى الطويل هو اتجاه صاعد، ده من 2013 ده مش السنه دي ولا يعني بس لا ده 2013 كانت بدايه الاتجاه الصاعد. فالمدى القصير في خلال الاسبوع ده او يعني المفروض ان احنا نبدا كنا اتجاهنا اتجاه الصاعد. بالاقفال بتاع الاسبوع اللي فات والعمليه العكسيه دي ان هو يشتغل العالي الاول وبعدين يرجع ينزل اخر الاسبوع فبالتالي بيقفل على الواقع، فبيخلينا نخش الاسبوع الجديد بعمل اقل من اللي اتعمل. فده بيرجعنا تاني للاتجاه العرضي، مش هبوط مش بيرش، بيرجع للاتجاه العرضي. طب ده احنا الاتجاه العرضي ما هو بادئ معايا من 8800 لحد 9500، ده الاتجاه العرضي اللي كنا ماشيين فيه رايح جاي رايح جاي. الحقيقي السوق نزل 8400 في اكتوبر طلع 9800، انا ماليش دعوه بال 8400 ماليش دعوه بال 9800. الاتجاه العرضي في حته في النص ما بين 8800 وبين 9500. ادي القصه كنت هنرجع في القصه دي تاني. طيب انا بالطريقه دي القفله دي تخليني المؤشر الاسبوع اللي جاي ممكن قوي ان هو يخش ال 8900 ادنى، خاصة لو قدر انه يكسر لتحت 9050. اذا 9050 دي هتبقى بس ايه يعني خط الدفاع الاخير دي عشان ما يخشش 8000 تاني. خسارة قدر ان هو يتخطاها هيبقى لتحت يبقى هيوصل ل 8900 ودي هدنته قالها 8700 يمكن يا اما الاسبوع ده يا اما الاسبوع اللي بعده. لكن في كلتا الحالتين انت هترد من هنا، يعني في كلتا خلنا ال 8000 او ال 9050 قدر تحوشه. فكان في الحالتين دي اللي انت هترد تاني، يعني الشهر لسه طويل فاضل له ثلاث اسابيع، الاسبوع اللي جاي واللي بعده واللي بعده. فيعني
قفله السنه لسه يعني قدامي مرحله يعني. انا كان انا بيهمني في كل التصنيف في شهر ديسمبر ده بالذات اللي هو اقفال السنه يبقى حته مفتاحه حته كويسه عشان ما نشتغلش عرض كبير كتير طول السنه الجايه بقى. يبقى السنه الجايه عارفين هنطلع لحد فين تقريبا، ويبقى الشغل بتاعها مقارب للسنه دي زي 2014 او 2013 ما بقاش فيها عرض كتير، لان العرض كتير ده بيقلل لنا في ايه في حجم التداول في كل حاجه. هو كده يبقى اشتغل ما بين هنختبر ال 8900 على اساس ال 9050 دي هتتكسر، ما اتكسرتش انا مثلا. يبقى انا مش هعمل حسابي اقول لها احط 9050 هي اللو او الحد الادنى للاسبوع، لا هاخد اللي بعدها وهعتبر ال 9050 هي دي اللي ممكن تحميني من القصه لما اخش 8000 وتطلعني. نعم. يبقى ماشي. انما في اسوء الظروف هي القصه يبقى انا عندي 8900 موجود. طب عندي فوق كام؟ 9350 قرب 9350. قبل ما نخش في الاسهم هي جزئيه بقى في الحته دي، هو عاوز يعمل ايه الاول؟ هنسيبه يشتغل اول نص ساعه او اول ثلث ساعه في السوق عشان يحدد هو هيطلع الاول ولا هينزل الاول، يعني دي بتفرق. نعم. بس هو سيبه هو ياخد ضربه البدايه دي. بتفرق ليه؟ الاسبوع اللي فات ما هو لما بدا الاول طلوع وخد يومين طلوع لحد ما وصل قرب الهاي، حطيت 9650 لل 700، هو عمل 9580 قرب من 600 وما قدرش، الكلام ده خده على يومين، راح نازل بيت الاسبوع وهيجيب لك اللو بتاعك بقى حسب سرعته. لما الاسابيع اللي قبل منه، الاسابيع بقى كتير اللي قبل منه، كان دايما اول يومين ثلاثه يضغط ويقوم طالع، وكانت تبقى وكانت تبقى حلوه قوي وفي جامعه نعرف كان لها شغل، لان لما بينزل لك الاول بيديك فرصه انك تشتري كويس. هنا بقى في اثنين سيناريو، هيفتح من ال 9200 اللي هو فيها دي يروح لل 9350 ياخدها في يوم ياخدها في يومين هو بسرعته بقى، ويبدا ينزل ودخلنا في الحدوته دي تاني، يا اما هيفتح ينزل ولما يفتح ينزل محدش يتضايق، هي كده تبقى احسن. يفتح ينزل يروح ل 8000 يبقى رايح 9050 هتقابله في وشه في الاول، هيتعامل معاها ازاي؟ فلت منها يبقى عنده ال 8900 وممكن 8850. انما دي بتدينا ايه؟ المهم هيجي ينزل الاول حد والاثنين هتلاقي بتردد كتير يوم الثلاث السوق بيلم. يعني انا كده مديله براح كتير الاول هو يبقى عنده حد ينزل فيهم، لان هو بيتحسب الايام اللي قبلها كمان، يعني هو بدا النزول الواضح من يوم الاربع والخميس اللي هو الاسبوع اللي فات، ودخلنا معاه حد والاثنين يبقى ده اربع ايام، يبقى على الاقل الخامس يوم يروح. احنا بنتكلم بالطلوع ايه؟ طلوع اعتزالي، لان الاتجاه ارضي فكلها طلوع عشان متاجره سريعه وعشان شورت تيرم تريد. نعم. الاسهم بالنسبه للاسهم انا اتمنى ان هو ينزل الاول. الاهم الاسهم الاسبوع دوت هنحط مدينه نصر بدل مصر الجديده، لان المصريه مش واضحه الحقيقه هي كارقام. مدينه نصر يعني المفروض انها تشتغل ما بين 30 وربع حد ادنى، تنزل 30 وربع وتبقى لحد 33 وربع. نعم. هرمس 17 جنيه والحد الاقصى بتاعها 18.60، ونقف هنا شويه عند هرمس. الحقيقه هرمس يوم الاثنين اللي فات او الثلاث كان عمل شغل بطريقه معينه على الميديا متير يؤهله ل 24 و25 جنيه، وانا نزلت بيه تقريبا لواحد في هذا الكلام. يوم الاثنين او يوم الاثنين او الثلاثة. لما دخل في 19 وربع نفذ في 19 وربع كان اول مره تنفيذ. ما بنتكلم على ميديا متير ما يهمناش بقى ان هو اهم حاجه ينفذ دي. لما بينفذ دي حتى لو نزل بنيجي نقول حتى لو نزل بس بيبقى قطع تذكره ال 24 25 جنيه. سيب ال 24 جنيه عنده انه هيروح لها بعد كده. يسيب بقى ينزل زي ما هو عايز. يعني الناس بتقرير هنا ده مش تقرير شورت تيرم، شورت تيرم احنا له تقرير لوحديها المدى القصير وفي سن دي تريد حاجات لوحديها ثانيه. يعني الاسبوع اللي فات انا يمكن ما اتكلمتش في الحلقه على 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 هرمس وما حطيتوش في الشورت تيرم تريدنج عندنا في الاسبوعي خالص، لكن اتكلمت عليه في نص الاسبوع لما عمل دي ان الاشاره دي بتقول انه ده خلال الربع الاول، الربع الاول ده خلاص يحدث الانتشار، ويعني ممكن يبقاش يناير فبراير او يناير فبراير معا، يعني ياخد فيهم الحركه كلها يوصل 24 جنيه 25 جنيه. فده بمجرد انه نفذ 19 وربع وكانت الاول مره تتنفذ. ف 19 وربع ينزل منها ان شاء الله اروح 17 مليون اشتري بقى اشتري 19
يعني اشتريت ب 19 اشتري اكمل تاني تحت الكاش ماشي، انما والكلام ده يمكن عملناه على او تي ام تي من 3 اشهر وكان برضه نفس الحكايه، كان بجنيه وربع واتكلمنا فيه ان هروح لجنيه ونص باشارات معينه، في الاخر كان في تصحيح السوق بقى على تصحيح السوق وراح نازل لجنيه، لكن ما فيش، هو كان اول من الاسهم اللي هي تعمل ارتداد من هذه التصحيح اللي هي او تي ام تي، لان كان عمل حاجات اشارات عالميه المدى المتوسط ان انا على طالع طلع الحتت الفلانيه ودي بتديله قوه لما بيجي ينزل يضغط عليه في المدى القصير في التصحيح اللي بتاعت اكتوبر، لما يجي بقى سوق عاوز يرد هو اول واحد يرد، وكان هو الحقيقه دلوقتي هو احسن اسهم من احسن الاسهم اللي موجوده حاليا بقى لنا 4 اسابيع فاتوا هم بعد نزله اكتوبر، ليه؟ عشان هذه الاشارات، الاشارات اللي كانت على المدى المتوسط ووصلته لجنيه ونص، احنا هو في الناس التورين في الفتره اللي فاتت، فالاحماس نفس الحكايه. نخلص احنا حمصنا المراجعين في مصر غير ماس، نخش عامل جروب عشان ما بين جنيه و20 قرش 120 قرش و135. نعم. التجاري الدولي وده مهم عشان المؤسس يبقى 47 جنيه 70 كحد ادنى، هو وحقيقه قافل 49 15 ينزل 47 جنيه 70 والعالي بتاعي لحد 50 جنيه 80 قرش. في او تي ام تي راسكم الاعلام ده مهم قوي عندي لحد 130، طب ده كده تفجير السعر حلو اهو 130 وعندي العالي بتاع 140. نعم. الحقيقه او تي ام تي احنا حاطينهم في الاسبوع ده 130، لكن حاطينهم في الشهر، كنا في شهر ديسمبر من يوم 1 ديسمبر حاطين له 127. هو كان ب 130 ساعتها شغال 133 كده لسه راحش الاربعينات 140، فحط له ولا 135 في الحته دي، حط له 127 ما عملهاش لحد دلوقتي. ده هو من اقوى الاسهم. فلو الاسبوع اللي جاي اللي احنا فيه اللي هنخش عليه ال 130 بتاعت الاسبوع اللي احنا حاطينها بقت 128 او 127 شهر و 130 اسبوع، ده ممكن يجيبها بينهم ده كلها قرش سعر. لو اشتغل بقى في المنطقه دي زي ما دي شهر وهتبقى منطقه الاسبوع ما يتسابش ما يتسابش، هو حلال هو الحقيقه قاسب 135، فاحنا بنتكلم عايزين ننزل 122 135 ال 130 ممكن ما ينزلهاش، 5 6 قروش تبقى كتير عليه يعني ما ينزلهاش، فهو سهم قوي شويه الفتره دي. نعم. لكن لو جاب الاسعار ده في الاسبوع او الشهر لابد انه يشتغل. واخيرا اللي هو بالم هيلز عندنا هيبقى من 4 جنيه فلات مقفوله و4 جنيه 35. نعم. في النهايه الاستاذ محمد انا عايز كلمه بس قبل ما تتفضل. اتفضل. هو كده السوق بيرجعنا تاني للاتجاه العرض، الاتجاه العرض بيبقى بيسموه ايه؟ بياخدني من الجزء التحتاني بتاع الاتجاه العرض للجزء الفوقاني، الرسوم بس لحد 9500. نعم. يرجع ينزل بيا تاني من 9500 للجزء التحتاني، طب الجزء التحتاني بتاعي فين؟ في 8800، ما هو ده اللي ايه؟ جزء العرض اللي احنا شغالين فيه في نوفمبر واوائل ديسمبر. نوفمبر بالاخص من 8800 ل 9500، لا لينا دعوه بال 9800 ولا لينا دعوه بال 8400 اللي كان اللي هي اقل حاجه نزلها، فبس اول ما في الفتره في النزول عشان ينزل الحته بتاع 8800 هيخلص هيقوم طالع لك تاني. انا اللي يهمني بقى انه في يقوم ينزل ويطلع وبتاع يكون الاسبوعين ثلاثه الباقيين من السنه خلصوا ويقفل لي السنه قفله كويسه، انا محتاج اقفل السنه 9100. نعم. عشان اشتغل مظبوط السنه من غير اتجاه عرض كتير يعني مش وحشه ولا حاجه 900 بس يعني ايه يبقى شايف اتجاه عرض. نعم. في النهايه الاستاذ محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني ام بي كي اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. لا تحت امرك شكرا. الى هنا مستمعينا تنتهي هذه الحلقه من برنامج عين على المؤشر، لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا مباشر دوت انفو، وهذه تحياتي محمود ربيعي والى اللقاء.